وما اكتنفها من بعض المواقف التي ما كان يجب أن تحدث. رئيسنا المفدى هو رمز هذا البلد الآمن المتحضر، وينبغي أن يحظى بكل الرعاية والاحترام، وإن شاء الله ستأتي الأيام ونرد لهم الصاع، ليس صاعين بل عدة صاعات. هذه الرسالة التي أوجهها إلى شعب مصر الحبيب. سيادة الوزير، حضرتك بتقول المبادرة ليست شرم الشيخ فقط ولكن ربما إلى مدن سياحية أخرى. مش ربما، احنا بدأنا بشرم الشيخ لارتباطها بالحادث، لنرد على الغرب أولا. يعني هي الرسالة من شقين، الوقوف والمؤازرة لأصحاب المنشآت لمصر أولا ولأصحاب المنشآت السياحية، وأن تظل هذه المدن مدن عامرة بأهلها وليست مدن أشباح. إنما المبادرة إن شاء الله تأكيدا من جانب الوزارة العدل ونادي القضاء ستذهب بعد ذلك إلى الغردقة ومرسى علم، ثم سنذهب بعد ذلك إلى الجزء الغالي علينا جميعا من الوطن وهو الجنوب، وما أدراك من الجنوب وطيبة أهله وحسن معشرهم. سنذهب إلى الأقصر ثم أسوان باعتبار أنهم الأكثر تضررا في هذا المجال، وإن شاء الله هم أرادوا أن يلحقوا بنا الضرر، فإذا بهم يساهمون في إيقاظ الوعي الذي كان قد خفت قليلا، ويجعلوا كل مصري ومصرية مشروع نهضة مستقل. سيادة الوزير، الأشقاءنا العرب اللي بدأوا حملات دعاية للمجيء إلى شرم الشيخ وزيارة شرم الشيخ، هل أيضا هي رسالة من الدول العربية لبعض دول الغرب أن احنا كمان بنساند أشقاءنا في مصر؟ نعم هي كذلك، وأنا الحقيقة عاجز عن الوفاء بما يستحقه الأشقاء العرب من كلمات الشكر والثناء والتقدير والعرفان، ولكن هذا ليس بغريب عليهم، فهم إخوة الشدة وإخوة الرخاء، وأنا بعتبر أنه تشرفهم. أنا أود وأتمنى أن أكون في استقبال كل عربي يأتي إلى مقصد سياحي أو يأتي إلى مصر لأقبل رأسه وأقول له أهلا بك، أنت في بلدك الأول، وأنت في مركز الدائرة، وأنت في عمود الخيمة، وأنت في الوطن الذي تقولون عنه أنتم أنه لولا مصر ما كنا، ونحن من جانبنا نقول وأنتم أيضا لولا أنتم ما كنا. وزير، في بعض الشائعات طلعت على أنه الدولة هي المتحملة نفقات هذه الطائرة وال 250 أو 300 قاضيا اللي رايحين هذه الرحلة، أنه الدولة هي اللي دفع الفلوس، إيه الحقيقة يا فندم؟ عيب عليك يا من أطلقت هذا، عيب عليك، عيب عليك. نحن حرصنا على أمرين، أنا جاهرت بما في جلسة مجلس الوزراء، وليسمح لي دولة رئيس الوزراء أن أذيع جزء مما حدث. كان هناك رأي يطرح أن تكون الرحلات بالتقسيط وأن تساهم فيها الجهات الإدارية، وأنا كان رأيي ولا يزال أنه ما دامت الخزينة المصرية ستساعد فماذا فعلنا نحن؟ أؤكد لك وسأوافيك بحساب وتكاليف الرحلة لتزحها على الهواء وتعرضها على شاشتك، أقسم لك بالله لم يساهم فيها أحد بقرش واحد، بل أني أقول لسعادتك أن قضاة مصر بعضهم لم تمكنه ظروفه من المجيء لارتباطه بأعمال سبق الاتفاق عليه. القضاة والقاضيات والموظفون والموظفات دفع الألف وخمسمائة جنيه وما جاش لأنه لم يتمكن. وأنا أدعو كل مصري وكل مصرية أن لا يقبل تخفيضا ولو بقرش واحد، وإلا فقدت المبادرة قيمتها والهدف منها. ده بيعني أن القضاء كل واحد متحمل التكاليف الرحلة وتكاليف الطائرة والإقامة في شرم الشيخ لمدة 48 ساعة.
والهدايا وما أدرك ما الهدايا. أنا ما أعرفش الحقيقة، يعني قد يتهمني المشاهدون الكرام بإني راجل يعني مش بتاع سياحة، وأنا الحقيقة أول مرة أزور شرم الشيخ. أول مرة؟ أول مرة. أنا ما يعني الوقت دائما عندي بالثانية، فهي فرصة إني أمتع ناظري أو تكتحل عيناي بهذا المقصد السياحي العالمي الذي ما اختلف عليه اثنان حتى ما اختلف عليه اثنين حتى ولو من الأعداء. الأمر الآخر وهو الأهم أني أحس أني قدمت لبلدي شيئا يذكر، ولو كنت أستطيع أن أقدم أكثر لقدمت. سيد الوزير، هل حضرتك هتكون على رأس كل رحلة إلى الأماكن السياحية؟ كل رحلة يتاح لي فيها أن يكون لدي وقت لا يتعارض مع أداء الأعمال الرسمية للوزارة ومؤتمراتها، يعني احنا بنتأهب بعد أيام سنستضيف مؤتمر وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي لوزراء العدل الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدها عدة مؤتمرات. كل رحلة يعني أنا راجع الصبح إن شاء الله، وكنت أتمنى أن أعود مع الرحلة، لكن يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وإدراك جزء من هذا الحدث خير من عدم إدراكه كلية. ثق إنه كل مرة، لأن أنا يعني مرتبط بالأقصر وأسوان ارتباط المواطن بموطنه الصغير. طبعا كلنا مرتبطين بالوطن الأكبر وهو مصر التي تسكن القلب والفؤاد، إنما أنا عشت في هذه البلاد 9 سنوات في أسوان والأقصر، وأحفظها عن ظهر قلب، شارع شارع وشاطئ شاطئ وكل المقاصد السياحية. وبالمناسبة بقى نروح نشوف حبايبنا اللي حالت المسؤولية الرسمية دون التواصل معهم. سيد الوزير، خليني أنتهز فرصة